فالعاقل يربي نفسه على الكمال، ولن تنال شيئا في الظاهر حتى تربي نفسك عليه. أين؟ في الباطن. تربي عليه نفسك في الباطن، فتستتر، تستحي من الله في خلوتك. فإذا استحييت من الله في خلوتك ستر الله عليك يوم تلقاه، والناس يحشرون يوم القيامة عراة. فأول من يكسى خليل الله إبراهيم، ثم يكسى الناس، كل بحسب تقواه، كل بحسب تقواه. ولو أن كل أحد جلس مع نفسه لعرف أين هو من تقوى الله في الخلوة. وقد قيل: أعرض نفسك على كتاب الله تعلم أين ستكون يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والمراد أن الله من أعظم ما يؤتيه عباده في قلوبهم أن يرزقهم الحياء منه. وليس معنى الحياء من الله في العورات فقط، إنما الحياء من الله له طرائق سنذكر بعضا منها. يستحي المؤمن أن يأكل وذو عينين ينظر إليه ولا يطعمه منه شيئا. يستحي المؤمن أن يكون تحته من لا يجد عليه ناصرا إلا الله ثم يظلمه. ما معنى لا يجد عليه ناصرا غير الله؟ رجل لديه مثلا عامل منقطع غريب، ربما وضعه المالي والنظامي لا يساعده على أن يأخذ حقه، فهو لا يملك نصيرا إلا الله. ربما لا يجيد العربية حتى يستنجد بزيد أو بعمر. فهذا من يعرف الله حقا يستحي من الله أن يظلمه، لأنه يعلم أن هذا ليس له نصير إلا الله. فلا تجعل نفسك دون أن تشعر كمن يعاند من؟ كمن يعاند ربه. ولو أن أحدنا صنع بكل أحد يقف بين يديه ما يحب أن يصنع به ربه إذا وقف بين يديه سلم. وهذا من جنس الحياء من الله. ومنه لا يأتي عاقل، كما نسمع عفى الله عنه وعن المسلمين، من يؤذي زوجته أمام أبنائها أو يهينها أمام بناتها، لأن الأصل أنها تكون عظيمة جليلة في عين أبنائها وبناتها. فليس من الحياء مع الله أن تهينها أمام أبنائها وبناتها لما أتاك الله من سلطان عليها، لكنك ولو قدر أن تؤدبها أدبها بمن أنعن أبنائها وبناتها. وكذلك المعلم لا يأتي لطالب لأن أباه ليس ذا شأن، لا أميرا ولا وزيرا ولا مسؤولا ولا ذا مال، فتأخذ في إهانته أمام من؟ أمام أقرانه. إذا أردت أن تعلمه أن تؤدبه فأدبه على خلوة لا على جلوة، حتى تكون حييا من الله. ما عند الله يشترى بالإحسان إلى خلقه، يشترى بالإحسان إلى خلقه. الله يقول: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الذي يريد ما عند الله عندما يحسن إلى زيد أو عمر لا يرقب أبدا أن يأتيه من زيد وعمر ما يكافئه، لكنه يرتقبها ممن؟ من الله. ويضعها الإنسان ليوم يلقى الله جل وعلا فيه، هو أحوج
ما يكون لهذا الشأن، أحوج ما يكون لهذا الأمر. وهذا يبدأ منذ أن يخلو الإنسان بعمله في قبره. جعل الله قبري وقبوركم لنا نورا، إن ربي سميع الدعاء، والحمد لله.